كابتن امير، مبروك اواشير فوز نادي الاتحاد والاستمرار بسلسله انتصارات. حكينا عن الاستعدادات وعن المباراه اليوم. اول شيء مبروك للناس كلها. الحقيقه اليوم المباراه كانت صعبه كثير، نحن مقدرين صعوبه المباراه كنا، لاني اول شيء ارض الملعب سيئه جدا. نحن ما كنا رايدين نطلع بنتيجه سلبيه حتى الناس ما تقول انه ده رح يتحججوا بارض الملعب، لا، ارض الملعب فعلا سيئه جدا. ونحن بنعذر اي فريق بيلعب في هالملعب هذا مهما كانت نتيجته سلبيه. الحمد لله نحن بالنهايه الله اكرمنا سبحانه وتعالى بالهدف من الكره الثابته، وكنا نحن مركزين كثير على الكرات الثابته، وبنعرف انه الهدف لما بده يتسجل رح يتسجل من كره ثابته. الحمد لله رب العالمين، الله اكرمنا. مبروك الكل، مبروك لنادي الاتحاد. فوز لنادي الاتحاد على نادي النواعير باستمرار سلسله انتصارات. كنا على المباراة اليوم، تجهيزات لها كانت؟ والله الحمد لله اللعبة يعني كانت والله كتير كتير صعبة. بتعرف انت طلع الأرضية، انت نحن فريق ما بنقدر نلعبها هيك أرضيات، خصوصا انت بتعرف أساس نادي الاتحاد كله مواهب، يعني ما أخذ نحن نلعبها هيك أرضيات. فريق النواعير يعني لعب برأيي لعبة كتير يعني كويسة له. يلا الله يعطيه العافية، مبروك للجمهور وإن شاء الله. أيمن حزام، نادي الاتحاد مع نادي النواعير، فوز مستحق لنادي الاتحاد واستمرار سلسلة انتصارات. طبعا بداية نحب نبارك لجمهورنا، مبارك لجمهورنا حلب الأهلي. المباراة الأرض اليوم الحقيقة كانت سيئة جدا، لا تصلح لكرة القدم. المهم بالدوري طبعا ثلاث نقاط. المباراة كان فيها عك كروي، طبعا المدرب أجرى تبديلات وحسننا ناخذ الثلاث نقاط، وبالدوري هو الاهم. نحن غايتنا الثلاث نقاط، بتمنى نحن ان شاء الله خط البياني والتصاعدي الى الامام، وتحضيراتنا لكاس الجمهوريه باذن الله قادمه. الحمد لله طلعنا دخلنا المنطقه الدافئه بالنسبه لهذا، وعندنا المباراه الوحده يوم الثلاثاء ان شاء الله ماشيين ومستمرين افضل. شكرا لكم، مبروك لنادي الاتحاد، مبروك للجمهور المواكبنا بكل بحلب وبرا حلب وكل سوريا. شكرا لكم. كابتن، سؤال بالنسبه لرمضان وضغط المباريات عم يصير للفريق وضعف اللياقه عنده، هذا الشيء له تاثير رمضان وضغط المباريات على الفريق؟ بالتاكيد له تاثير. نحن اليوم عم نلعب ناقصين خمس لاعبين، وكل تقريبا كل ثلاث ايام مباراه. الحقيقه في تاثير، في ضغط وصيام. رب العالمين، هذا جهد اداره وكادر سابق وكادر حالي. الحمد لله رب العالمين، ما قصرنا بالملعب. كنا شوي سيئين لانه الملعب ما ساعدنا ابدا، يعني نحن فرينا طريقتنا معروفه نادي الاتحاد شلون بيلعب، ما حسنا نلعب طريقتنا لانه الملعب ما ساعد. والحمد لله اهم شيء ثلاث نقاط، وان شاء الله القادم افضل للنادي ولجمهور نادي الاتحاد. كابتن، سؤال بالنسبه لايام رمضان وضغط بطوله الدوري، هذا شيء له تاثير على اللعيبه؟ اكيد عم بأثر علينا، بس الكادر الفني عم بيعرف شلون يتعامل مع الموضوع بالاستشفاء وهالقصص. الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله القادم افضل للنادي ولجمهور نادي الاتحاد. الحمد لله رب العالمين، على ثلاث نقاط كانوا مهمه كمان لنا، ريحتنا ثلاث نقاط اللي اخذناه اليوم فريق النواعي للصراحه، وان شاء الله هيك يا رب نواصل سلسله انتصارات لنا، وعم ننفذ اللي عم قلنا يا الكادر، وان شاء الله هيك يا رب نكون حاسن ظن الجمهور اللي عم ساندنا بكل المحلات. كابتن ياسر شاهين، اول شيء مبروك فوز نادي الاتحاد، واحكي لنا اليوم سبب غيابك عن الفريق. اول شيء الف مبروك، الحمد لله رب العالمين، الله ما خيبنا، الحمد لله رب العالمين. اخذنا ثلاث نقاط هامه من براف ارضنا الحمد لله مع نادي النواعير، الحمد لله رب العالمين. هلا الشيء اللي صار معي انا من اصابه من لعبه الوسبه، يعني صار في احتكاك والتحام بيني وبين لاعب الوسبه. اللعبه يمكن اذا تتذكروها اللي اكلت فيها انذار، انا صار في احتكاك مشطي بمشط لاعب الوسبه، حتى صار في مثل ما بيقولوا رد قوي على الكاحل الايمن تبع اجري. بس الحمد لله رب العالمين، يعني مثل ما بيقولوا في تحسن الحمد لله، وان شاء الله باذن الله بنكون جاهزين على لعبه الوحده باذن الله. حبيبي الله يخليك. ثاني شيء، نحن من قبل ما نبدا المباراه عارفين هاي الظروف، خاصه سوء ارضيه الملعب، اشتغلنا على عامل اللي هو ناخذ ثلاث نقاط ونتم ماشيين. انا برايي هاي من اصعب المباريات، كون انه ما فيها فوتبول، كانت بتعتمد كثير على اللعب الطويل وعلى الكرة الثانية. قدرنا الحمد لله رب العالمين بكرة ثابتة ننهي المباراة. إن شاء الله بدي أقول شغلة، إنه نادي الاتحاد أو نادي الأهلي اللي رجعنا اسمه إن شاء الله رجعت سكة الانتصارات لنا، ونوعدكم إن شاء الله هالموسم والموسم المقبل إنه يكون في بطولة لنادي الأهلي. الحمد لله رب العالمين، الله أكرمنا. مباراة هلا هي مو كانت صعبة، بس الأرض الملعب يعني شيء معيب، يعني ما بيصلح لكرة القدم أبدا. يعني مثل ما حكى الكابتن ماهر انه مباراة واقفة على طابة ثابتة، والله اكرمنا الحمد لله واخذنا سجلنا هدف من طابة ثابتة. الحمد لله امورنا منيحة، وان شاء الله للاحسن نوع جمهورنا. الله يبارك فيك.
بعت له هاي.